السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. طبعا كلنا في كل بيت بنعمل الطحينة البيتي. طبعا اهي انا بعملها على طول، بحطها في العلبتين دول. بس انا عايزة اعمل حاجة مختلفة. ايه هي الحاجة المختلفة؟ طبعا انا بعمل الطحينة اهي، بصوا قوامها جميلة جدا جدا اهي، بعملها في البيت. طب بعملها عبارة عن ايه؟ بعملها عبارة عن كوباية سمسم مطحون على كوباية زيت على كوباية دقيق وشوية ملح. طيب احنا كلنا بنعمل الطحينة كده ومعروفة وخلاص، بس لما بتقعد عندك كتير بتتقل وتركز في القاع بتاع العبوة وما بتقدرش، ما بتفضلش سايلة كده. طيب احنا دلوقتي طبعا عارفين الطحينة دي كده. طب انا لو جربت اعملها طحينة بودرة هيكون ايه الناتج؟ انا طبعا قعدت اشور على اللي معايا واقول لهم اعمل طحينة بودرة، ايه ده ليه ومش ليه، مش هتنفع، مش قلت لهم طب ما نجرب. فقلت هجرب ونعمل مع بعض الطحينة البودرة. انا عندي الطحينة العادية بتاعتنا، بس الطحينة البودرة دي حاجة مختلفة وعجباني الفكرة، اتقلها براحتي اخففها براحتي. طيب دلوقتي المواد المواد هنا مش سايلة، ايه اللي بيخليها تبقى سايلة كده؟ يعني الدقيق جاف والسمسم بيبقى نسبة جاف، بس لو حطينا على السمسم الدقيق هيخليه يعتبر كويس مش محتاج حاجة. يبقى نفصل بينهم بايه؟ ان انا امنع احط كوباية الايه، كوباية الزيت. طب تعالوا نجرب كده ونشوف احنا بنعمل الطحينة ازاي وعايزينها تبقى بودرة هنعمل ايه. يعني كله بقى يقولك التوم البودرة والبصل البودرة. طب لو احنا عملنا الايه، الطحينة البودرة، طبعا عندي طاسة زي كده بحط فيها كوباية الدقيق وهوب على النار نروح نقلبها وارجع لكم. طبعا هنا انا ولعت على الطاسة، هديها تشويحة كده للدقيق، تشويحة بسيطة بحيث ان هو ايه يبقى طازة يعني. تمام، بصوا يعني هو ياخد سخونة بسيطة. ده اللي احنا بنعمله في الطحينة السايلة برضو، بس ايه احنا عايزين نطلع الرطوبة منهم خالص اهو. اهو زي ما انتوا شايفين كده. تمام، افضيه في الطبق بتاعنا. تمام، اجيب بقى السمسم طبعا، جبت السمسم بتاعنا اهو، واحاول برضو بصوا دي بقى سخن سخن جامد يعني. اهو ممكن وانا بقلب السمسم كده احط معاه ايه، الملح بتاعنا اللي هو المادة الحافظة اللي هتحفظ لنا الايه، الطحينة بتاعتنا. تمام، ممكن اهدي عليه النار نعمل بقى طحينة صح وما نحط لهاش الزيت اللي هيخليها سايلة. تعالوا نجرب اهو. بصي ما تمسكي السمسم كده تحسي ان هو سخن. تمام، هروح بقى على المطحنة بتاعتي اطحن فيها السمسم، هروح وارجع لكم. هنا طبعا هبدأ اعبي السمسم في المطحنة بتاعتي اهو. لسه
الباستا طبعا سخن جدا، السمسم بيشيل سخونة عشان فيه مادة زيتية. تمام، هفضيه كده عشان ما عايز يقع. تمام، طبعا عشان صوت المطحنة ما يزعجكوش هطحنها. طبعا احنا كده ايه، طحنا خلصنا دور المطحنة، خلص اهو. بقى معانا دلوقتي الطوق اللهم صل على النبي، بقى معانا السمسم البودرة. تمام اهو السمسم بودرة وفي الملح بتاعه متحدق وتمام قوي. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هضيف له الدقيق المتحمص اللي هو بمعدل الكوباية الكوباية. تمام، طيب هنقلبهم مع بعض. احنا طبعا كنا بنقلب ونحط في الخلاط ونحط عليهم كوبايه الزيت وايه. طيب انا دلوقتي عندي الايه، الطحينه البودره اهي. تمام، لو انا حطيتها بقى في الخلاط بالشكل ده حطيت عليها كوبايه الزيت، خلاص بقت الطحينه اللي هي دي. انا عامله دي بالشكل ده، حاطه كوبايه زيت على كوبايه سمسم على كوبايه دقيق. تمام، هي دي مكونات الطحينه بتاعتي. وطبعا لما بتقعد في التلاجه قوامها بيغلظ وتبقى تقيله بالمنظر ده. طيب انا مش عايزه اعمل دي، هعمل دي اهي زي ما انتم شايفين كده اهي. خلاص كده هي خلصت خلاص، وفيها ملحها وفيها كل حاجه والمكونات بتاعتها تمام ومتحمصت على النار وكل حاجه. طيب ناقصني ايه بقى؟ ناقصني حاجه، ناقصني ان انا اعبيها في العلبه اختها، ولما يكون عايزه اضيف معلقتين طحينه اهم، هاخد معلقتين زي كده واحط عليهم زيهم زيت. خلاص بقى اصبح عندنا الايه، الطحينه البودر. وبدل ما هحطها في التلاجة بقى، بصوا هي كده خلاص اهي، طحينه بودره زي الثوم البودره ومفيش اختلاف. يبقى عندي هنا الطحينه السايله اهي والطحينه البودره اهي. بصوا كوبايه عملت لنا اهو، علبه اهي، علبه اهي. وبرده هنملى حاجه كمان اهو، علبه تانيه علشان نحط فيها الطحينه الايه، البودره بتاعتي. العلبه مش راضيه تقف اهي. يا جماعه التصوير بيخلي يبقى احنا عملنا علبتين اهو من غير زيت. يبقى الزيت ده هنحطه امتى؟ هنحط الزيت لما نيجي نحط نجهز، هنعمل مثلا مشويات وكده، هنروح واخدين من دي معلقتين كده اهو. ممكن نحط على دول مثلا 3 معالي 4 زيت ها، ونروح خلاص ونزود بقى ميه دافيه وخلاص نحط التوابل. هي كايه اصلا كده متحدقه يعني، ونحط خلاص وشغلنا. يعني لو تحبوا نجرب دلوقتي اهو، ممكن احط شويه زيت وشويه ميه دافيه وبقيت عندنا طحينه نقدر نعملها اهو. ممكن نعمل دي مع بعض وتشوفوا الاختلاف. انا مثلا عندي الكميه اهي، هي نفس الطحين. انا عندي الكميه اهي، احط عليها في مقدورها زيت اهو ونقلب اهو. انا حطيتها في العلبه دي برضو عشان اوريكم اهي. بصوا ما
مفيش اختلاف خالص خالص. انا كنت هضربها في الخلاط وهتبقى الطحينه بالقوام ده لما احط لها الزيت. يبقى بصوا انتوا شفتوا الطحينه وهي سايله، وشفتوا لما هي نفس الطحينه وحطينا عليها الزيت. بقى بصوا قوامها حتى برضو قوامها تقيل اهو، بس هي طبعا كانت عايزه تتضرب اكتر اهي. بصوا قوامها بيتقل كمان، كل ما تتضرب اكتر كل ما قوامها بيتقل اهو. بس الفرق من السايله للبودره ان انت بتحط لها بتضيفي لها الزيت. خلاص اهو بقى عندنا طحينه سايله باقل الامكانيات، وعندنا طحينه بودره ريحه وطعم ملهاش حل. اتمنى تعجبكم وتعملوها. اشوفكم بخير الفيديو القادم، وما تنسوش تشتركوا معايا في القناة. ماي باي، سلام عليكم.